من التيزر سنيك فلوري. بس ايه بونو بونو؟ اول حاجة ان احنا هنجيب المالتيزرز ونكسرها كويس لحد ما تبقى باودر. هنجيب الويبينج كريم، بس اهم حاجة تبقى ساقعة من التلاجة ونقعد نضرب فيها لحد ما تتماسك. هنحط عليها المالتيزرز ونقلب بالراحة عشان الهواء اللي دخل في الويبينج كريم ما يطلعش وتبوظ. اكتبولي في الكومنتس انتوا من انهي بلد وماكدونالدز عندكم بيعمل ماك فلوري بقطعمة ايه. هنحط الميكستر بتاعنا في البيبينج باك، بعد كده نحطه في اي كوباية او طبق ونسيبه في الفريزر من ساعة لساعتين. عايزة اقول لكم ان مفيش اي فرق ما بين طعمه وما بين بتاع ماكدونالدز، لازم تجربوه، احلى منافتي.